ضيفي كانوا صغار ممثلين او لانه اولاد فنانين بالقوه بدهم يفوتوا على المجال او الفن ما بالقوه ساعدهم كثير. ايه طبعا وليد حلاني ابنه العاصي الحلاني يعني من المرحبا مساعد تصريحات باميلا الكيكي يعني. الصباح ما عنده غير نادين، مش شايف غير نادين. طب يا عمي نادين دجاجه بتبض له ذهب. هالشخص الببليك فيجر يلي عنده هالمئات الاف الفولورز بشوف هاللايكات بفكر انه هو هل قبل الله بربع ساعه. كيف شفت الثورة؟ وصلة ضايعة فاتح ليه؟ قالوا الصباح عم يشتغلوا صح فقط؟ مروان حداد ما رح اشتغل معه بقى ولا هو رح اشتغل. ليلى عبد اللطيف بتفنس هيك انت قلت عنها. ليش انت بتفكر بتحكي جد؟ بقصة حب من نفس المجال بتعيدها؟ شو هذا الشغل؟ شو؟ بتعرف انه في ناس مثلا بيقولوا سأل ميشيل حايك